المنتخب المغربي فائز على تنزانيا بثلاثية 3-0. يبقى توفيق أن عادل عمروش وإن انهزم اليوم في المباراة أمام المغرب على البساط، فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيرة بفتح المغرب. فوزي لقجع أصبح غولا كبيرا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون حسيب ولا رقيب أمام الانبطاح الكلي للجنوب الإفريقي موتسيبي الذي أصبح مجرد واجهة لهذا الاتحاد الذي أخذه لقجع كراهينة. والدليل أنه فوزي لقجع تمكن من برمجة مباراة للمنتخب المغربي، مباراة ودية للمنتخب المغربي أمام المنتخب السيراليوني قبل بداية الكان بأربعة أيام في أحد ملاعب الكان، وهذا أمر سابق لم تحدث في تاريخ الكرة الإفريقية. بعيدا عن النتيجة والمغرب مطالب بعد الوجه الذي أظهره في المونديال أن يكون أحد المرشحين الأقوياء للفوز بهذا اللقب، ما حدث من خلاف خارج الميدان مع المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا تبدو مسألة فيها وعليها، لأنه عادل عمروش لا يتكلم بصفته كجزائري، وهذا اللي بغينا نوصله لبعض الأصوات في المغرب، وإنما يتكلم بصفته مدرب لمنتخب يرى بأن حقوقه تهضم، يعني بأن الاتحادية المغربية وفوزي لقجع وهذا ليس جديدا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويريد أن يوفر كل الشروط حتى يفوز منتخب المغرب بهذه الكأس. فكيف شاهدت حالة الغضب والانزعاج والهجوم المغربي على عمروش، وأيضا ما حدث بعد ذلك في الندوات الصحفية وغيرها توفيق؟ نعم، هذا ليس سرا وليس جديدا بأنه فوزي لقجع يتحكم في دواليب الكاف وصار الآمر الناهي في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما قاله عادل عمروش هو الحقيقة بعينها ولا غبار عليها. لكن كما تعلم فإن الصحافة المغربية أو المخزن بصفة عامة يحاولون في كل مرة إثارة الجدل وملاحقة كل ما هو جزائري، وكما قلت الأخ قادة عادل عمروش هو جزائري الجنسية لكن في نهاية المطاف هو مدرب للمنتخب التنزاني وهو يمثل الاتحادية التنزانية. لكن ما يؤسفني هو أن الاتحادية التنزانية بحد ذاتها لم تقف إلى جانب المدرب الجزائري. أكيد. لأنه لقجع. لقجع في نهاية المطاف يخافوا من لقجع. صحيح صحيح. وخرج علينا رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم وتبرأ من تصريحات عادل عمروش وقال بأنها لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر الاتحاد التنزاني، وقال بأنه سيكون هناك محاسبة في وقت لاحق. وهناك بعض الأخبار وبعض التقارير الإعلامية تقول بأن فوزي لقجع يضغط وبقوة من أجل أن يقدم الاتحاد التنزاني على إقالة المدرب عادل عمروش من منصبه حتى وهو في عز النهائيات. وقد يكون هذا قد يكون الحاجة لما يعرفوهاش أيضا التنزاني توفيق، بأنه عادل عمروش يدافع عن المنتخب التنزاني حتى عندما لعب التنزانيا ضد الجزائر. هذا لا يعني بأنه ليس جزائري، لأنه جزائري ورجل حر، ولكن لأن منصبه يفرض عليه أن يدافع على تنزانيا، فالغريب أن يكون عمروش أكثر تنزانية من الاتحاد التنزاني في نهاية المطاف. ولقجع هو اللي يتحكم فيهم، فمسألة مثيرة للاستغراب. يبقى أن عادل يبقى توفيق أن عادل عمروش وإن انهزم اليوم في المباراة أمام المغرب على البساط، فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيرة بفتح المغرب، فتح لقجع تحديدا. بطبيعة الحال فقد فضح لقجع وقال بأنه لقجع يتحكم في التوقيت، يتحكم في الملاعب، يتحكم في كل شيء حتى في تعيين الحكام، وهذا ما آلم المغاربة كثيرا لأنها الحقيقة بعينها. وفوزي لقجع أصبح غولا كبيرا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون حسيب ولا رقيب أمام الانبطاح الكلي للجنوب الإفريقي موتسيبي الذي أصبح مجرد واجهة لهذا الاتحاد الذي أخذه لقجع كراهينة. والدليل أنه فوزي لقجع تمكن من برمجة مباراة للمنتخب المغربي، مباراة ودية للمنتخب المغربي أمام المنتخب السيراليوني قبل بداية الكان بأربعة أيام في أحد ملاعب الكان، وهذا أمر سابق لم تحدث في تاريخ الكرة الإفريقية. عادل عمروش في نهاية المطاف قال موقفه بشجاعة حتى وإن خسر اليوم بثلاثية ربما أمام المنتخب المغربي، لكن في نهاية المطاف
كان شجاعا وقال الحقيقة التي عجز عن قولها حتى التنزانيون أنفسهم ورئيس الاتحاد التنزاني الذي انبطح أمام ضغوطات الفوز لقجع أيما انبطاح. وهذا أمر غريب جدا يؤكد تغول هذا الشخص وسيطرته على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.